بالنسبه لي انا حاجه مزيانه هي خاطر اول مره مو خاطر اول مره فهمتني باهي جو جلوبالمون باهي بون والله جو تعدى سافا حكينا على برشا حاجات الحقيقه عجبتني برشا بيسكو حكايه جديده وتنفع خاصه للستوديون تنفع خاصه للشباب باش يتفاعلوا اكثر صدقني ما كان عندي حتى فكره على حتى الموضوع اللي تحكي فيه انت تو الحقيقه كنت عندي فكره عليه اي اول مره اسمع بها والله لليوم اول مره اكيد خاطر بالرسمي فرحان على الاخر على الاخر اي سي انتريسون انتريسون الموضوع نتاعك اي سي سيغ اكيد حاجة برك نقولها له نقول له جرب اجا وشوف وسيعتين من زمان وثلاث سوايع من زمان نجم نبدل لك كل شيء مش كلامي انا مش نبدل لك جرب وكا اي بالطبيعة احنا كشباب لازم نوعي بعضنا نوجه له رسالة بالطبيعة نقول له كيما انت تحب تهتم معناتها بالفن نتاعك كيما تهتم زاد بلادك شنيا فيها لازم تتثقف لازم تعرف الحكي حاجات كيف هذه معناتها حاجة سيغ هذيك بشوية تتحط في اطار نجم تواجه العباد نجم تحكي كل شيء نقول لهم يزيهم تضيع وقت وخليكم هكا متفائلين والدنيا مسمح لهم